بعدما اتى قرار من حكم اللقاء. هنا كره بتلعب الى الامام لصالح نادي السهليه، بتلعب كره خطيره من البدايه. اوه من البدايه يسجل نادي السهليه من اول فرص نادي السهليه. حاول في البدايه ولكن اتت التغطيه من دفاع نادي قطر وبعدها من كره ثابته. شوف يا سلام، لعبها بالبعيده وتمريره بالراس وبطالب محمد مسلل يضيف هدف ثالث، ونادي قطر قريب من ان يضيف هدف ثاني. فهد يحاول، فهد ممكن، يا سلام يا سلام، فهد يضيف هدف التعديل ولا يحتفل فهد في الكره السابقه. يا سلام على فهد خلفان، فهد خلفان يعدل النتيجة الآن لصالح نادي قطر. نعم يستحق نادي قطر أن يعدل النتيجة، يستحق. كرة بتعود، هتخذ بيحاول فيها نادي قطر، هذه خطيرة ممكن لفهد خلفان. فهد خلفان السريع، فهد خلفان خطير، فهد خلفان الرائع، يا سلام بطريقة رائعة يسجل فهد خلفان هدف ثاني ليعزز النتيجة أمام فريقها السابق ولصالح فريقها الحالي. فهد خلفان يسجل الآن بطريقة رائعة، يسجل فهد خلفان هدف ثاني لصالح نادي قطر. يا السلام على التمريرة لصالح فهد خلفان بطريقة رائعة، لاعب سريع، لاعب خطير بطريقة رائعة بالطريقة الأنري. كرة تلعب للأمام، يا السلام يا السلام، فهد خلفان يسجل هاتريك في 28 دقيقة أو 29 دقيقة، استطاع التسجيل فهد خلفان هاتريك في مرمى فريقه السابق. فهد خلفان بطريقه رائعه، شوف الاعاده، شوف الاعاده، ما كان متسجل نفس الخط. فهد خلفان مع المدافع، اخر مدافع الان اخر شوط المباراه الاول، بيحاول، لازالت كره خطيره. عبد الرؤوف يا سلام على المرور، محاوله تعزيز او تعديل النتيجه بطريق هدف الان. يا سلام، يقلص النتيجه ليسهل الامور على نادي السهلية وعلى رفاقه في شوط المباراة الثاني. أحمد جاسر يسجل هدف تقليص الفارق لتصبح النتيجة 3 أهداف مقابل هدفين لتسهل الأمور وتسهل الأمور أمام نادي السهلية. شوف هنا محاولة تمرير رائعة، بعدها عبد الرؤوف بيحاول، بيلعب كرة رائعة، بيمرر، بيسدد أحمد جاسر. تصرف غير جيد من قبل لاعب نادي قطر. كرة تلعب، فهد بريك بيسجل، فهد بريك بيسجل، وتغطية لم تكن بالشكل المطلوب من اللاعب معتز ماجد، ليعود فهد بريك المري ليسجل هدف تعديل النتيجة. شوف الإعادة، شوف الإعادة، شوف الإعادة. كنت حاس وكانوا يشعرون مهاجمي نادي السهلية بأنه سيخطئ، وفهد بريك المري بمر واضح. تسديده، أوه للأمانة للأمانة وقفت متعجبا أشاهد هذه التسديدة التي كانت سهلة من المفترض على حارس المرمى، ولكن غلطت حارس المرمى. شوف الإعادة، شوف الإعادة، يعني أحد اللاعبين صرخ وقال سدد فسدد، ولكن على حارس المرمى. كرة بتلعب الآن، الله البديل يسجل، البديل يسجل، عبد الله المري يعدل النتيجة. استطاع نادي السهلية تعديل النتيجة مرة أخرى. يا السلام يا السلام على التغيير الناجح، كثالث تغييرات نادي السهلية تعديل النتيجة مرة أخرى. شوف شوف الإعادة، ما فيها راية ولا تسلل. عبد الله المري استخدم بطريقة رائعة داخل منطقة الجزاء، بيلعب كرة، يا الله يا الله، استطاع نادي قطر أن يسجل هدف خامس والتقدم بطريقة رائعة. استطاع أحمد السليطي أو عيسى أحمد هو من سجل الهدف الخامس لصالح نادي قطر. شوف هاتخذ بطريقة رائعة وبعدها التوغل والتمرير في السفاني على تنفيذ ركلة الجزاء، بيسدد ويحصل على هدف سادس. نادي قطر يحصل على هدف سادس الآن، وعشرة أهداف، عشرة أهداف.
في هذا اللقاء من قبل نادي قطر يوسف.